كاين بزاف البرنامج اللي عرفت منهم في التاريخ ديالنا المغربي والتاريخ ديالنا الاسلامي في المنطقه ديالنا اللي غادي ناخذ منهم اشياء كثيره نستقبلنا واخا كنختلفوا مرجعيات. هذا هو المشكل اللي عندنا في المغرب، واختلاف المرجعيات الفكريه هذا غادي خطير على التلاميذ، خطير جدا. يعني الاشياء اللي غتجي ما عارفه فين غتمشي، لابد الان المغاربه يجلسوا باش يحطوا نقاط على الحروف اشنو بغينا نديروا في هذا التعليم، فين غادي نديو، فين غادي نوجهوه، فين غادي نوصلوا، اشنو بغينا. انا حتى هاد الساعه لما جيت السؤال ماشي مشكل بالمجتمع التربوي، ماشي بالاساتذه، ماشي بالوزاره، اذا الازمه هذه هي عميقه جدا وخطيره. عمرنا نسبوا الاساتذه ونسبوا الناس وكذا، كنا حتى على راه معطر وكذا ما عمرنا غنشلو، ممنوع الفشل. لذلك التلاميذ يقول لهم انهم ما يفشلوش رغم الظروف، رغم القساوه ديال المناخ، رغم قساوه سميتو جميع الظروف. وعندنا مجلس المنطقه تلقاه دابا كاين دكاتره جامعيين في المنطقه خدام كيبيع الميكات السوق عند السنة، اي تمازيز دكاتره جامعيين وصلوا مراتب عليا وحتى هو متواضع وكذا وجد زعما شنو هو غير خصنا الجداد جميعا نديرو مجهود باش نوصلوا ما عمرنا ونحيدوا ثقافة الكراهية وثقافة هذا ما حملتوش هذا كذا. اختلفت معاه ماشي مشكل ماشي عيب، ولكن نوصلوا للمشكل ديال الكراهية ونوصلوا هذا من هادو، هادو من هادو، هادو من هادو. هادشي هذا خصنا نتجاوزو باش نمشيو لقدام، لأن المنطقة لا تعتني بهذا، ولأن راه كاين اللي غادي نقول أكثر هو أن التوجيه التربوي الحمد لله يعني بدا الحمد لله كيتحسن. نتمنى إن شاء الله يعني أنه يكون خطوات اللي هي تطبيقية وتمارين. طلب السي محمد، شكرا جزيلا. شكرا.